السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد جينا لكم واحد المنطقة رائعة جدا. شوفوا واحد البلاصة زوينة ودخلنا لكم هذه البلاصة، فيه المتحف، فيه بزاف ديال الحوايج، غادي نشارك معكم أي حاجة جديدة في هذا المكان. المتحف وكاين هذه البارتية بحال المسجد، إن شاء الله نقول لكم زوين حتى هو، وغادي نحاول نشارك معكم أي حاجة. فين كيتواجد هذه البلاصة؟ كتواجد خاص المنطقة ديال طنجة على حسب السميات اللي كاينين هنا. عندي مشكل في النطق، كنعتذر لكم، ما كنقدرش نقول السمية ديال هنا حيت عندي مشكل في النطق، ما كنقدرش، صعب جدا ندير النطق ديال الكلمة ديال هنا حيت هذاك الشيء صعيب الكلمات ديالهم، كنعتذر لكم. المهم غادي نقول لكم منطقة ديال طنجة، خاص ما بعيداش على طنجة، مكان رائع جدا. اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، فرجة ممتعة. كما كتشوفوا معنا خوتي، جينا لهذه البلاصة رائعة جدا اللي دار الشكل ديال الانسان، خاص كما كتشوفوا رجليته الطريقة لاباس، كتعرف بزاف. اذا نتمنى ان شاء الله، حيت على حسب هذا الشيء صعب جدا تعرفوا، كيكون صعب جدا. اول مرة غادي نجيو لهذا المكان الرائع جدا. المهم المتحف كاين هنا، هذه البلاصة يقدر كنعتذر لك، شكرا. إذا هذه البلاصة كلها زوينة كيجيو ليها الناس، ممكن تجيو حتى نتوما في أي مكان، 20 درهم فقط. بغيتو تطلعوا على هذيك البلاصة تبان لكم سبانيا ربما 50 درهم. ما تخيلوش شحال زوين هنا، تبارك الله، رائع جدا. ها التيتيز، كاين تيتيز هنا، غادي نمشي نشرب قهوة هنا، بزاف نعيشو في التيتيز، غادي نمشي. أييه صافي نشرب قهوة، أييه. إذا هذا متحف، ربما متحف فيه كل شيء، فيه داك الشيء ديال إذا زوين، إذا ما تخيلوش شحال زوين هاد الشيء، تبارك الله تبارك الله. والتميم كاينش عليه خويا، شوفوا تبارك الله، شوفوا شوفوا، واو شحال زوين هنا، شوفوا 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 الطبيعة. هذه ماشي حديقة، هي متحف كما كيقولوا، فيه متحف وفيه ربما حديقة. شوفوا تبارك الله، نوريكم واحد الحاجة، شوفوا منظر خيالي، الجنة فوق الأرض، والله لا الجنة فوق الأرض، هي هذه، اللهم بارك. شفت هذه البارتي ما عرفت فين شفتها، واقيلا شفتها في شي بلاصات، الصورة ما مغربياش عليا، في المغربياش عليا، ما عرفت فين شفتها. إذا مكان رائع جدا كما كتشوفوا، الأرض كي دايرة، واو اللهم بارك. وتا هاد الشيء زوينة الإخوان، شوفوا شوفوا شوفوا، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، مكان ممتع، مكان رائع جدا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اذا اش غادي نقول لكم، مكان رائع جدا، بزاف نعجبو هنا صراحه، بزاف نعجبو هذه البلاصه، جينا باش نصوروها لكم ونشاركوها معكم. اذا مكان رائع جدا، حتى نتوما ربما جيتو لهذه البلاصه غادي تعجبكم 100%. هذه البلاصه حتى هي وانتم كتشوفوا هذه البلاصه 50 درهم فقط وتخليها، وراكم عارفين مكان ممتع، مكان رائع جدا. شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا واو واو واو. وكاينه هذه البلاصه خوتي حتى هي، وكاينه كافيه هنا، تبارك الله تبارك الله. شوفوا الاخوان، شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا واو، شوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله، غروب الشمس، مكان ممتع، مكان ما تخيلوش شحال زوين. اذا بزاف ديال الناس كيجيو لهنا يستمتعوا. تبارك الله تبارك الله، يا سلام يا سلام، شوف شوف، تمتعوا ليا بهذه الطبيعة رائعة جدا في بلادنا. شوفوا شوفوا تبارك الله، واو 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 واو، شوف 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 تبارك الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، طبيعة رائعة جدا تبارك الله. شوف شوفوا تبارك الله، يا سلام يا سلام، هذه بالطبع ها واحدة أخرى تبان لكم في هذيك الاتجاه، هاهي شوفوا، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تمتعوا ليا مع راسكم با
هذا المنظر خيالي. شوف النخلة قداش، واه يا سلام يا سلام يا سلام. اذا هذا شيء رائع جدا ممتع، ممكن تستمتعوا حتى نتوما الى جيتوا لهذا المكان رائع جدا كيتواجد في طنجة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بعد الناس اللي غادي يتفرجوا معنا غادي يعرفوا هذه البلاصه. كما قلت لكم عندي مشكل في النطق، صعب جدا ننطق هذه الكلمات ديال السميه ديال هنا، حيت قبل ما ندخل سولت هذيك السيده قالت لي السميه، ولكن مع الاسف الشديد ما قدرتش عندي مشكل في النطق ما نقدرش نقولها، صعب جدا نقولها مع الاسف الشديد. وهذا المشكل ديجا كما قلت لكم من صغري، كنت في عمري ربما 4 سنين 6 سنين ما كنت كاع كنتكلم نهائيا، ما كنتش كنتكلم حتى وصلت في عمر 10 سنين يلاه كنحاول بعض الكلمات كنهضر بهم. من بعد بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى في عمري 18 سنه وليت كنتكلم، وليت كنهضر مزيان شويه، ومن بعد بالفضل ديال سيدي ربي وليت تعلمت باش الكلمات صعب جدا نقولهم، ولكن عندي بعض الكلمات كيكونوا ساهلين، عندي بعض الكلمات كيكونوا صعب جدا نتكلم بهم. والناس اللي عندهم مشكل ديال النطق راه كيعرفوا هذا المشكل، حيت ما نقدرش ننطق كل اي كلمه نقولها كتكون صعب جدا تقولها، خاص كاين بعض الكلمات صعب جدا ما نقدرش النطق، عندي مشكل في النطق هنا. كما قلت لكم في عمري 4 سنين وما كنتش كنهضر، ما كنتش كنهضر نهائيا. اذا غادي ندخل لكم واحد البلاصه هنا بزاف، بدا يطلع يستمتع بزاف يتوجد بزاف، كاين فطر في الجنة بزاف كيولي في الجنة. اللهم بارك جابت خير الشهد زوينك يا سلام يا سلام. شوفوا شوفوا تفضلوا، اللهم بارك، شوفوا شوفوا الجنة فوق الأرض ما تخيلوش. شوفوا واحد البارتي هنا، شوفوا واحد الحاجة أخرى، ها هي غادي نحاولوا نشاركوها معكم، ها هي شوفوا، اللهم بارك. هذا بزاف واقيلا، لا ما لا ماشي هو. سلام يا سلام يا سلام، شوفوا اللهم بارك، واو 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 يا سلام يا سلام. كنعتذر لبعض الناس ربما بانوا في الفيديو، كنعتذر لكم ربما اي واحد بان في الفيديو كنعتذر ليه، كنعتذر لكم. اذا غادي نجيو لكم واحد البلاصه اخرى، الجنة فوق الأرض. شوفوا واو، شوفوا الماء، شوف شوف تبارك الماء ديال النقرة، شوف كيفاش كيخرج الماء، شوف سبحان الله. شوفوا إذا المتحف، هذا متحف فيه هذا التقاليد الرائع جدا، شوفوا تبارك الله، شوف تبارك الله تبارك الله، رائع جدا. ايوا كيف كتشوفوا هذا متحف وفيه بزاف ديال التقاليد رائعه جدا، ممكن تستمتعوا فيها حتى نتوما كتشوفوا هذه الصوره، فيها التاريخ فيها كل شيء. كما كتشوفوا معنا هذا المتحف رائع جدا كيتوجد في طنجه، جميل ما تخيلوش شحال زوين، فيه الطبيعه فيه الشجاري فيه المتحف رائع جدا، وفيه التاريخ وفيه بزاف ديال الحوايج زوينين في هذا المكان. كما كتشوفوا هذه البلاصه كلها غادي تبان لكم زوينه بزاف، وعندنا هذه البلاصه حتى هي رائعه جدا. شوفوا تبارك الله مكان ممتع. اذا هذه البلاصه حتى هي ممكن تجلسوا فيها وتستمتعوا فيها اذا جيتوا، حيت كاين مقهى هنا فيها كل شيء، ومكان ممتع مكان رائع جدا. اذا جينا لكم هذه البلاصه باش نصور لكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. اذا نخليكم تكتشفوا معنا الطبيعه، مكان ممتع تماما تبارك الله. اصبح لينا، شوفوا شوفوا واو 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 واو، تمتعوا معنا بهالطبيعه، شوفوا شوفوا واو واو واو، تخيلوا شحال زوينه. الله يحفظك، شكرا. اذا هذه البلاصه كما كتشوفوا مكان ممتع، يا سلام يا سلام. مره اخرى نطلعوا لكم هذيك البارتيا ان شاء الله بحول الله. واو
إذا هذا المكان ممتع جدا جميل. هاي 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 عيش اللي بغي يعيش يعيش يتمتع. إذن حاولنا شاركنا معكم المزيد ديال الحوايج الزوينين هنا، وهذا المتحف رائع جدا، نتمنى الإعجاب ديالكم، ودائما كنديروا مجهودات باش نصور لكم مكان رائع جدا. اوف 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 تيتيس شوفوا تبارك الله. شوفوا ما تخيلوش شحال زوين هذا الكبده ديال اخو الكبده ابي سلافني. شوفوا المليح صافي وقع لي هذا المشكل. عندي مشكل كتنفخ لي الكبده ديالي كيتحبس فيا النفس، اللي كنكتشف داك الشيء واعر كيتحبس لي النفس. اذا كما كتشوفي هذا الشيء رائع جدا، كتعرف بزاف حتى هو معنا صاحبي. واش كتعرفوا كتعرفوا وي قال لك يعرفوا وي والله تا هو كيتفرج فيا. شوفوا شوفوا ها هو هيبان لكم. اذا مكان رائع جدا. الصدمه الاخوان باش نكون واضحين دابا بعد باش نشرح لبزاف ديال الناس، بعض الناس اللي فيهم الحب دابا مثلا شفتي شي تيتي زواعره باش كتحس بالداخل ديالك، كتحس بك واحد الصدمه لداخل ديالك في الكبده ديالك تجرح، كاين اللي كيتجرح كاين اللي كيتعطر فيه داك الشيء. اذا نفس الطريقه اللي عند بيزاف حتى هو كيتعطر فيه داك الشيء، وعادي جدا ماشي مع كل شيء خصكم تعرفوا، راكم عارفين شي حاجه واعره شي حاجه واعره كيوقع ليه. شوفوا البارتي ديالو شتيه شوف اش غادي نقول لكم. نتمنى الاعجاب ديالكم والاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تحياتي طنجة عروسة الشمال المغرب.